الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه سيوقع قريبا مرسوما بالعفو عن رجل الأعمال الروسي ميخائيل خودروفسكي الذي يقضي عقوبة سجن طويلة الأمد والذي تقدم بطلب عفو. على هامش الندوة الصحفية السنوية التي أقامها بوتين اليوم الخميس قال إن خودروفسكي مؤخرا كتب لي رسالة وطلب مني العفو. لقد قضى خلف القضبان أكثر من 10 أعوام وهي عقوبة ثقيلة. لقد ذكر مبررات إنسانية، والدته مريضة، ونظرا لكل هذه الاعتبارات أعتقد أن القرار سيتخذ وسيوقع مرسوم العفو قريبا. ميخائيل خودروفسكي يقضي عقوبة سجن منذ العام 2003 ورفض في السابق طلب العفو من رئيس البلاد، لكنه أقدم على هذه الخطوة مؤخرا حسب فلاديمير بوتين. كارينا موسكالينكو إحدى المكلفين بالدفاع عن خودروفسكي أعلنت أنها لا تملك معلومات بشأن طلب العفو الذي ذكره بوتين، ولا يمكنها أن تؤكد أو تكذب ما ورد على لسان رئيس البلاد.